لو سمحتوا يلا نقول بسم الله. أول حاجة إحنا بنتكلم النهاردة على أنواع التغليفات، أنت عندك إيه يعني في التغليفات كجنرال؟ عندك يا إما كريم شانتي، يا إما كريمة زبدة، يا إما جناش، يا إما عجينة سكر، يا إما جناش زبدة، يا إما كريمة خفق. في حد في الدنيا هيغلف بحاجة تانية غير ال6 حاجات دول؟ لأ. تمام، ده الاساس بتاع التغليف، يا اما تغليتي في شانتيه او كريمه زبده او جناش زبده او عجينه سكر او كريمه خفق. تمام، فتعالوا بقى نشوف بسم الله الرحمن الرحيم كده. اول حاجه بالنسبه للكريم شانتيه، الكريم شانتيه يستخدم صيف ويستخدم شتاء، ودي حاجه من الحاجات الحلوه في الشانتيه، انك بتقدري تظبطي قوامه في الصيف وبتقدري تظبطي قوامه في الشتاء عن طريق تقليل السوائل او زياده السوائل. اوكي، فدي حاجه نقدر نتحكم فيها. طيب الشانتيه في الصيف ايه والشانتيه في الشتاء ايه؟ اول حاجه يعني بادئ زي بدء القاعده في الشانتيه ان انا بعمله بمقدار عيني. يعني ايه مقدار عيني؟ يعني انا شايفه القوام ده اللي في العجان ده مايع شويه مش متماسك، ولا قوام تقيل وشارب وحد، وبشيل كده الويسك من العجان بحس بتقل الكريمه. انا كروعه بظبطه بمقدار عيني، لكن بدايه لما ابتديت اشتغل في القناه لما بقيت اقول لكم مقدار عيني ده، فانتوا ما انتوا مش عيني، انتوا فاهمين؟ فانتوا مش هتشوفوه معايا، فابتديتوا ان انتوا تحتاجوا مقدار اظبطه بقى علشان اقوله لكم. اول حاجه انا دلوقتي في الصيف بستخدم لكل 100 جرام كريم شانتي بستخدم لهم 200 جرام ماء مثلج. 200 جرام ماء مثلج، يعني بوزن الشانتي وبوزن المية، واللي هتقولي بالكوباية هجري وراها، عشان الكوباية بتاعتك حاجة والكوباية بتاعتي حاجة، والكوبايات المعيارية كل مصنع عامل له كوباية بمعيار مختلف عن الكوباية التانية، فما ت... ما ت... ما تشتتيش نفسك. الميزان جرام مظبوط، 100 جرام كريمة عليهم 200 جرام مية متلجة، من 200 جرام ل 150 جرام. طب أنا بحدد ال 200 جرام ل 150 جرام بإيه؟ بعيني. والله حطيت 200 جرام وشايفة إن القوام ده مناسب هشتغل بيه تغليف، حطيت 150 وشايفة إن القوام ده مناسب هشتغل بيه. السكر البودرة بتاخد 40 جرام سكر بودرة. حلو الكلام؟ الناس اللي عندها الكريم شانتيه غير محلى بسكر ما بتستخدمش طبعا سكر، وبتحط 150 جرام ميه على ال 100 جرام وتشوف المقدار. لو المقدار حاسه بيه انه تقيل وتمام حلو، لو تقيل زياده اوفر في مطه يبقى هو محتاج سنه ميه خفيفه، ازود معلقه ساقعه بمعلقه ساقعه. لو حسيتيه ان هو سايل بزياده يبقى بحط له كريم شانتيه بودره. حلو الكلام، وفينا النقطة دي كده. طب في الشتاء بعمل ايه؟ في الشتاء بستخدم 100 جرام كريمة عليهم 250 جرام مية متلجة، 100 جرام عليهم 250 جرام مية متلجة، وطبعا عليهم 40 جرام من السكر البودرة. طيب بالنسبة بس بفكركم باللايكس لان تفاعل قليل، بفكركم باللايك كل الناس اللي معايا، من فضلكم اللايك بيفرح واللايك بيشجع، وانا قصه من يومي ومن وقتي عشان خاطر اطلع اقعد معاكم احكي معاكم في كلام يهمكم. فمن خلاص حكينا في الكريم شانتيه نجيبه على جنب، وباي ذا واي يعني الكريمه اللي انا بستخدمها كريم شانتيه هايبر خام المتحد. كريمه الزبده انت عندك طبعا اكتر من نوع في كريمه الزبده، لكن اشهرهم هو الاثنين، كريمه الزبده السويسريه وكريمه الزبده الامريكيه. طيب كريمه الزبده الامريكيه نظامها ايه؟ بستخدم فيها نص كيلو زبده على ربع كيلو سكر بودره على معلقه كبيره حليب بودر على تلت كوبايه ميه يعني 80 جرام ميه زائد فانيليا. يعني علشان برضو احل مشكله السكر البودره دي بعمل ايه؟ بدوب السكر البودره في الميه مع معلقه الحليب البودره
بدوبهم كلهم كلهم مع بعض على النار، يعني برفع على النار تلت كوباية مية، أحط عليهم ربع كوباية ربع كيلو سكر، أحط عليهم معلقة حليب بودر، أحط عليهم الفانيليا، أقلب الكلام ده كله، أحس إن السكر ابتدى يدوب معايا، وأمسكه كده أعمله كده في إيدي، أحس إنه خلاص ما بقاش بيقرش، أبتدي بقى أخده أسيبه يبرد خالص بدرجة حرارة الغرفة، وأطلع الزبدة تبقى برضه بدرجة حرارة الغرفة، أخفق الزبدة كويس جدا جدا لوحدها الأول بالكف مثلا لمدة 5 6 دقايق، وبعدين أبتدي أنزل بالخليط اللي معايا معلقة معلقة، يبدأ يعمل معايا فوم ويرفع ولونه يفتح، ويبقى معايا كريمة زبدة أمريكية. كريمة الزبدة السويسرية مختلفة، مختلفة إزاي؟ بستخدم فيها بياض البيض، يعني 200 جرام بياض بيض، 200 جرام بياض بيض، بحط عليهم 300 جرام سكر ناعم الحبيبات. يعني إيه ناعم الحبيبات؟ يعني السكر الأبيض الناعم، مش البودرة ومش بتاع التموين، اوكي، لان السكر بتاع التموين مش ناعم الحبيبات، عادي سكر ابيض من اللي بنشتريه من المحلات. بحط البياض البيض مع السكر على حمام ميه، بقلب فيهم كويس 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 لغايه لما امسك برضو كده واحس ان السكر خلاص ما عنتش حاسه بيه وداب خالص في بياض البيض السخن، ارفعه من على حمام الميه، اسيبه يبرد خالص خالص، وبعدين ابتدي انزل ب 400 جرام زبده في العجان، زبده درجه حراره الغرفه، تلف تلف مع الفانيليا لغايه لما تعمل لي فوم، ابتدي انزل ببياض البيض اللي مع السكر صوب رفيع قوي 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 قوي، واخفق فيهم لغايه لما يعمل فوم ويعلى معايا ويعمل لي ميرينج. حلو الكلام، حلو الكلام. كريمه الزبده ينفع استخدمها في الصيف؟ ما برشحهاش. ليه؟ لان قوامها زبده. يعني ايه زبده؟ زبده يعني جوه الثلاجه ماسكه روحها وزي الفل، تطلع بره الثلاجه الحقوني انا بسيح. ليه؟ عشان زبده، عشان دهون، اوكي. فكريمه الزبده احنا ما بنرشحهاش في الصيف، امال بنرشحها امتى؟ ابتداء من شهر 10 وانت طالعه، ابتداء من شهر 10 11 وانت طالعه بقى معاكي طول الشتاء لغايه شهر 4، خلاص؟ من شهر 4 لغايه شهر 9 انت ما بتشتغليش كريمه زبده. يعني طول ما درجه الحراره عندك في العشرينات، درجة الحرارة 22 24 25 26 27 اخرك خلاص، 28 وثلاثينات والحاجات دي خلاص ما بستخدمش كريمة الزبدة عشان بخاف عليها في التوصيل. دي بالنسبة لكريمة الزبدة. يبقى كريمة الزبدة شتاء صيف لا. الجناش، الجناش ده بقى حبيب الملايين. ليه حبيب الملايين؟ عشان بتاع كله، صيف ماشي، شتاء ماشي، امسكيه بايدك ماشي، التورته ممكن تقع والجناش نفسه ما يتشرخش ماشي، حاجه كده اللي هو بقى ايه بتاع كله. ازاي؟ لما بستخدم النسبه بتاعه الجناش انا بستخدمه بنسبه 3 ل 1، يعني لما بحط واحد يعني 100 جرام كريمه طهي، بحط عليهم 300 جرام شوكولاته، سواء شوكولاته بني او شوكولاته بيضة، النسبه 1، 100 جرام كريمه طهي سخنها على النار، انزل بيها على الشوكولاته، اقلب كويس كويس كويس، ما بضربش طبعا، ما بستخدمش مضرب، انا يدوب بدوب بس كده، يبقوا خليط متجانس، اسيبه يهدى، ابتدي اغلف بيه الكيك اللي متفرز. حلو حلو. طيب ده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه للصيف. طب بالنسبه للشتاء؟ والله بالنسبه للشتاء انا ممكن اخلي 100 جرام كريمه طهي عليهم من 200 ل 250 جرام شوكولاته. ليه يا روعه قللنا الشوكولاته؟ لان احنا في الشتاء، فهي متماسكة بطبيعتها والجو حلو ومساعدني، فمش مضطرة أحط نسبة 1 ل 3، أنا ممكن أحط نسبة 1 ل 2 أو 1 ل 2.5 عشان أبقى في الأمان يعني. حلو الكلام، حلو الكلام. زي ما قلنا الجناش شتا شتا شغال، صيف شغال، خريف من ألطف الحاجات وكمان طعمه جميل، فليه لأ؟ طيب بالنسبة لعجينة السكر، عجينة السكر بنغلف بيها صيف وشتاء. يعني ايه بقى بنغلف بيها صيف وشتاء؟ يعني اقدر اغلف بعجينه السكر في الصيف واقدر اغلف بعجينه السكر في الشتاء، لكن بيبقى فيه شويه تريكس، تمام، بناخد بالنا منها. ايه بقى التركات دي؟ اول حاجه عجينه السكر لما بستخدمها في الصيف ممكن اعجنها بسي ام سي، اوكي. ليه بعجنها بسي ام سي؟ لان بتبقى نسبه اللزوجه بتاعتها عاليه ورطوبتها عاليه، ما بتستحملش يا عيني الرطوبه اللي في الجو، ممكن تبدا تلزق او تبدا تعرق مني، فعشان اتلافى الحته دي
طول ما انا شغاله فيها ايديا من هنا ومن هنا فيها نشا، والعجينه نفسها ببدرها من بره بنشا، والنشابه بتاعتي ببدرها بنشا، وبشتغل كمان بعجن العجينه بشويه سي ام سي صغيرين، مش بافور ولا حاجه عشان العجينه ما ايه ما تجمدش معايا. في العادي بحط لكل 100 جرام عجينه سكر معلقه صغيره مليانه سي ام سي، لان ممكن احط في عجينه السكر بتاعه التغليف مثلا لكل 700 800 جرام عجينه سكر معلقه بس صغيره سي ام سي. انا مش عايزاها تنشف، انا عايزاها تبطل تلزق، ففي فرق بين الاثنين. طيب بالنسبه للصيف، بالنسبه ده بالنسبه لمين؟ للصيف. انما بالنسبه للشتاء طبعا مش بحط لعجينه السكر سي ام سي ولا حاجه عشان ما تنشفش معايا ولا حاجه. عجينه السكر بنحط تحتها يا اما جناش يا اما كريمه زبده، يا اما جناش يا اما كريمه زبده. انه الاحلى في الطعم؟ الجناش طبعا اكتر من كريمه الزبده. طيب بالنسبه ينفع احط تحت عجينه السكر كريمه زبده في الصيف؟ ما رشحهاش، الافضل يبقى جناش، عشان زي ما احنا عارفين كريمه الزبده ممكن تسيح مني، فبالتالي يخرب شكل الشارب ايدج اللي عندي. طيب بالنسبه احنا كده وفينا الجزئيه بتاعت عجينه السكر. اخر حاجه في ناس بتسال، هو ينفع احط كريمه خفق او كريم شانتيه تحت التغليف بتاع عجينه السكر؟ بص، عشان هي فيها تركه، يعني الجزئيه دي انت ممكن تغلفي كريم شانتيه تحت عجينه السكر، على الرغم ان هذا اكاديميا غلط. اوكي، اكاديميا يعني في الكتب لا ما ينفعش. طيب اللي عايز يغلف بكريم شانتيه تحت عجينه السكر يعمل ايه؟ يعمل ايه؟ يخلي قوام الكريم شانتيه معجون. يعني ايه معجون؟ يعني انا لو بحط 100 جرام كريم شانتيه بحط عليهم 200 جرام كريم شانتيه عشان اعمل سوري ميه علشان اعمل التغليف بتاعي، انا ممكن احط ال 100 جرام كريم شانتيه دي مثلا 40 جرام ميه، انت متخيله؟ علشان اخفقها تبقى تقيله جدا 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 وفيها مطه جدا جدا، عامله زي المعجون. انا يعني شفطه كل الرطوبه اللي فيها، حاجه تقيله قوي. اوكي، عشان لما افردها على الكيك واجي اغلف بعجينه السكر بعد كده الاقي عجينه السكر ما لقيتش ميه في الكريم شانتيه تشربه وتمتصه فتعرق فتبوظ، فاقول لك ما ينفعش تغلفي بكريم شانتيه تحت عجينه سكر. خدتي بالك من الفكره؟ بنخلي قوام الكريم شانتيه تقيل تقيل تقيل، اتقل من قوام كريمه الورد بمراحل، ماشي؟ بخليها تقيله قوي زي المعجون كده، اجي افردها الاقيها تقيله كده زي كريمه الزبده، تمام؟ الحاله دي بعملها في ايه؟ في حاله ان انا في الصحراء. يعني ايه في الصحراء؟ ما عنديش شوكولاته، ما عنديش جناش، ما عنديش كريمه زبده، ما عنديش ما عنديش ما عنديش، ما فيش غير الشانتيه. خلاص الجيش قال لك اتصرف، اشتغل كده. طب يا روعه، مش بتبوظ ومش بتعرق ومش بتقطع عجينه السكر؟ لا، اشمعنى؟ لان احنا اتعاملنا معاها صح. بتنسوا قوي. طيب نكمل بقى. جناش الزبده، جناش الزبده ده طالع في المقدر جديد، شطوره في واحده عملت لايك دلوقتي. شطور. بصوا بقى، جناش الزبده طالع في المقدر جديد ليه؟ لان هو ديفرنت وجديد، ويعني ايه مش متعودين عليه، لكن لطيف شغال. لطيف لمين بقى؟ لطيف للناس اللي ما بتعرفش تغلف، يعني واحده ست بيت ما بتعرفش تغلف، تعرفش تظبط شارب ايدج، ملهاش في الحوارات بتاعتنا دي رخمه عليها ومش فاهمه بتعمل فيها ايه، والله ممكن تستخدم الايه البتاع اللي هو الجناش بتاع الزبده. طيب جناش الزبده ده عباره عن ايه بمنتهى السهوله؟ عباره عن 2 لـ3. يعني ايه 2 لـ3؟ النسبه دي 2 يعني زبده، يعني كل مثلا 200 جرام من الزبده هيبقى عليهم 300 جرام من الشوكولاته. الشوكولاته دي سواء بيضه غامقه هم ال 300 جرام. الزبده اللي عندي اراعي بس انها تبقى زبده نوع كويس مش نوع رديء عشان تديني طعم حلو، دي حاجه. الشوكولاته كذلك تبقى نوع كويس مش نوع رديء عشان تديني برضو طعم كويس. اوكي. نظامها ايه؟ بسيح الزبده على حمام الميه او على الميكروويف واحطها على الشوكولاته، اقلب 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 يسيحوا كويس قوي 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 مع بعض. اعمل ايه بقى؟ اشتري حاجه اسمها فروست فورم. يعني ايه الفروست فورم؟ الفروست فورم هي دي، بصوا عشان تبقوا عارفينها. اوكي، لو الصوره واضحه برضو عرفوني. الفروست فورم عباره عن ايه؟ عباره عن من تحت كده في قاعده، القاعده دي بتبقى اكليريك كده شفافه وباينه اهي، وبيجي معاها كمان راك او كادر كده، الكادر ده بالمقاس،
بيجي معاها بقى حاجة سيليكون اسمها فروست فورم. الفروست فورم دي عبارة عن سيليكون وبتلف حوالين الكيك، يعني جوه هنا ببقى حاطة الكيك وببقى حاطة الفروست فورم حواليها، ببقى حاطة الكادر عشان يحكم الفروست فورم على المقاس بتاعي، وبعدين ببدأ أصب جناش الزبدة اللي هو زي ما قلت لك 2 ل 3، 2 زبدة 3 شوكولاتة، يسيح أبدأ أنزل بيه أصب 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 لغاية لما أملي، لغاية لما تلاقي طبعا هو من بره السيليكون ده شفاف، فأنت بتبقي شايفة الشوكولاتة وصلت لغاية فين في الكيك. فأول لما يغطي كل الجوانب من كل النواحي ويغطي الوش من فوق، اعرف كده ان انا كيكتي اتغلفت. ادخلها الفريزر لمده ساعتين، اطلعها اشيل الراك، اشيل الفروست فورم من عندي من فوق، الاقي التورته عندي متغلفه شارب ايدج ولا اجدع حلواني. وانا ماليش في الليله، وانا ما بعرفش اشتغل، وانا ما عمري في حياتي ما عمال ما اعرف حاجه اسمها شارب ايدج، ولا تقولي لي بقى سكرابر، ولا تقولي لي سباتيولا، ولا الحوارات دي خالص. اختراع بصراحه حلو قوي، ظريفة زي ما انت شايفة اهو، بيبقى متظبطة كده من تحت الايه الكمية بتاعتي. طيب تعالوا نكمل. كريمة الخفق، وهي اخر نوع كريمة معايا هنستخدمها في التغليف. كريمة الخفق انت عندك تو اوبشنز، لو رحتي اي سوبر ماركت هتلاقي كريمة الخفق نوعين، يا اما كريمة خفق نباتية يا اما كريمة خفق حيوانية. حلو حلو، ملهمش تالت. يعني كريمة الخفق الحيوانية ما ينفعش تغلفي بيها لوحدها، ليه؟ عشان رخمة. يعني ايه رخمة؟ يعني ما بتتماسكش بسهولة، رخمة فعلا، يعني صيصة صيصة كده، مهما ضربتي فيها صيصة، ولو ضربتي فيها اوفر تتحول لزبدة، فاللي هو ما انتيش فاهمة لها. فتعملي بقى فيها ايه؟ اقول لك انا تعملي فيها ايه، بس هنجيبها على جنب دلوقتي، تمام؟ يعني خليكي ماسكاها كده على ايه، على الحيطه، وهنرجع عليها تاني. بالنسبه بقى لكريمه الزبده النباتيه، كريمه الزبده النباتيه دي حبيبه قلبي، ليه؟ لانها زي الشانتيه. اشمعنى؟ هتسقعيها في الفريزر نص ساعه قبل الاستخدام، وتسقعي العجان والويسك، تضربيها هتلاقيها بقت بيرفكت معاكي وزي الفل، وقوام 10 على 10 مهما ضربتيها مش بتفصل، لانها نباتيه فيها زيوت نباتيه. طيب جميله كده. اهم حاجه في الاثنين سواء في النباتيه او في الحيوانيه تكون نسبه الدسم فيها مكتوب عليها كده اكتر من 35%، بيتكتب لك تحتيها من مصدر نباتي او من مصدر حيواني. طيب نسيب بقى الجزئيه دي ونشوف الكريمه الحيواني. حيواني حيواني فعلا. نعملها ازاي؟ نخليها متماسكه ازاي؟ الكريمه الحيواني عندك طريقتين، يا اما انك تعمليها بطريقه الكريم شانتيه اللي احنا عملناها مع بعض، يعني وليكن لكل 200 جرام اللي هو المغلف بتاعها بيجي 200 جرام، اوكي؟ لكل 200 جرام من الكريمه من كريمه الخفق احط عليهم يا ستي ملا انت 100 جرام شانتيه، واحط عليهم يا ستي 100 جرام ميه ساقعه طبعا متلجه، اوكي؟ تمام. 100 جرام، وطبعا احط عليهم سكر بودره لان انا كده زودت في الكريم شانتيه وزودت في كريمه الخفق، فبالتالي لازم احط سكر، اوكي؟ اوكي، ال 100 جرام شانتيه يعني كوبايه، ال 100 جرام ميه يعني نص كوبايه، اوكي؟ ال 200 جرام كريمه خفق حوالي كوبايه كامله برضه. السكر بقى على راحتك، بس اقل حاجه هتحطيها في الحوار ده هيبقى 70 جرام، وممكن تحسي ان السكر قليل فممكن تزوديه ل 100 جرام. تضربي الكلام ده كله مع بعضه يديكي قوام تحفه للكريم، لكريمه الخفق، وكمان بيدي غنى في الطعم، بتبقى فظيعه وحلوه جدا. طيب بالنسبه لاخر حاجه، الطريقه الثانيه عشان تجمدي بيها الكريمه الحيواني بقى يا ستي، هي انك تضربيها مع الجبنه الكريمي. اي نوع جبنه كريمي انت بتحبيه ما يبقاش مقاطعه، حطيه اخفقيه كويس 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 مع السكر البودره الاول، وبعدين نزلي عليهم كريمه الخفق الحيواني، بس ما تعمليش اوفر ميكس، يعني ما تضربيش بزياده، يا دوبك دقيقتين ثلاثه واستوب على كده، لانك لو ضربتي زياده ايه اللي هيحصل؟ ال عارفين الشرشه بتاعت الجبنه؟ هتلاقي الشرشه بتاعت كريمه الخفق الحيواني فصلت تحت، وبقى عندي كتله فوق، بقى عندي كتله كده عامله زي الزبده مع الجبنه الكريمي فوق، وميه صفرة اللي هي الشرشه فصلت منها، فطبعا ده بسبب الاوفر ميكس. فعشان كده بقول لك ان الكريمه الحيواني حيواني فعلا، بس انا مش بشتمها بس هي كده فعلا. طيب دلوقتي انا خلصت الايه؟ خلصت كل الكريمات،
وكل الجنشات وكل عجينة السكرات اللي احنا ممكن نغلب بيها في الحياة، تمام؟ مفيش حاجة تانية ينفع يتغلب بيها. دلوقتي بقى هدخل على الأسئلة عشان خاطر أرد على